بسم الله الرحمن الرحيم. هو كيف تعرفوا جميعا ان مدينه مراكش عرفت تنظيم البطوله الوطنيه في الجمباز الفني اينات ودكور كما ما يسمى بالسيتروا، اي بطوله المغرب حسب الاجهزه. هذه الرياضه، هذه البطوله اللي هي عرفت رقم قياسي ما عمره ما حضر في البطوله الوطنيه اللي هي 19 نادي وايضا 190 ممارس بالاناث والذكور، وهذو كلهم كان فيهم تولي كاتيجوري جونيور سينيور بري جونيور. فالحمد لله عرفوا واحد التنظيم اللي هو جد محكم، فالحمد لله الجامعه ولات محترفه في تنظيم التظاهرات الرياضيه والوطنيه والجهويه وايضا حتى الدوليه. فكان تنافس جد ممتاز بين جميع الانديه. كانوا الاناث في يوم السبت والذكور كانوا يوم الاحد. فالحمد لله كان تنظيم مستوى جيد، كان حضور جماهيري كثيف، ايضا حضور الانديه كيف قال من وجده حتى لكادير، مرورا بقنيطره بالرباط بسلاب الدار البيضاء بفاس بمكناس ايضا مارسيل. فكان واحد التواجد اللي هو كان حكام اللي هما حكام دوليين اللي شرفوا على التحكيم ديال هذه التظاهره. ايضا التظاهره عرفت مشاركه الفريق الوطني ذكور واناث اللي هو في اليوم غادي ان شاء الله غادي يكون في رحله الى دوله فرنسا من اجل تدريب مغلق من 13 الى 20. ايضا هناك تدريب على مستوى الحكام الدوليين بمدينه مراكش. الحمد لله التظاهره كانت في المستوى، وكان واحد التغطيه اعلاميه مميزه بهذه المناسبه. تنشكركم وتنشكر جميع المنابر الاعلاميه اللي واكبتنا منذ البدايه حتى النهايه. وان شاء الله غادي في رمضان او بعد شهر رمضان، شهر رمضان غادي يعرف التدريب ديال المعسكرات ديال المنتخب الوطني، وبعد رمضان ستقام بطولة المغرب للفئة الكبيرة وأيضا إقصائيات كأس العرش. لأن الآن دروك ولا عندنا القسم الوطني الأول والقسم الوطني الثاني، الشيء اللي ما عمره ما كان في الجامعة ديال الجمباز.